رأيتم؟ عندما يقف الشعب الفلسطيني ويقف معالي وزير الثقافة لإلقاء وأحيي كذلك تكريم للثقافة الجزائرية، تكريم للشعب الجزائري، لأن في هذا تعبير على 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 أن الجزائر الواقفة دائما مع القضية الفلسطينية داعمة لها. هذا التكريم يحمل كل هذه الدلالات، وهو بلا شك سيحملني مسؤولية يعني الاستمرار في الكتابة في النهج الإنساني والدفاع عن هذه القضية. المدائن للإبداع الثقافي من أجل القدس، ونختار من خلاله شخصية العام الثقافية، وهذا العام كان لنا الفخر والاعتزاز أن نختار الأديب عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري هو شخصية العام الثقافية لعمله الطويل في مجال الثقافة ومجال الأدب ودعمه المتواصل للقضية الفلسطينية من خلال الكلمة، من خلال الشعر، من خلال الصحافة. في هذا اليوم هو تقدير واحترام ورسالة من